فانا عندي هذا السيستم هلا زي ما حكيت هذا هون بعطيني ستاتيك ريزلتس بس المهم فيه انه بعطيني دايناميك ريزلتس هذا بعطيني دايناميك موديل بعطيني دايناميك ريسبونس بعطيني كيف هذا السيستم بنتقل من نقطه لنقطه هدفنا احنا بالسيستم داينامكس مش هيك في الكنترول مثلا هدفي مش بس اعرف وين راح يستقر السيستم مش هدفي بس ستيدي ستيت كونديشن بيهمني كمان كيف الترانزيشن بيصير بينهم ترانزيت ريسبونس فعندي هون حتى يصير في عندي ايكوليبريم يصير في عندي ستيبل اوبريتنج بوينت ستيدي ستيت اوبريتنج بوينت راح احط هلا اوميجا مش مشكله انتم عارفين هذا الاكسس عاده ان بس راح احط هلا اوميجا عشان كل اللي هون حكيناه اوميجا اه ما تفرقش المهم هاي انها تكون سبيد فهاي راح تكون اوميجا ان راديانس بير سكند وعندي هون هذا التورك نيوتن متر وهذا التورك راح اعمل بلوتنج لللود وللدرايف للبرايم موفر وللود البرايم موفر واللود مش بدهم يمشوا على نفس السرعه هذا الشاف سوليد اذا لازم نفس نقطه السرعه تبعت اللود هي نفس نقطه السرعه تبعت الدرايف إذن هاي نقطة التقاطع هي نقطة إيكوليبريم لما يتساوى التورك اللي من هون مع التورك اللي من هون إذا رسمنا سبيد تورك كيرف لإندكشن موتور سكويرل كيج إندكشن موتور أو خلينا نقول فري فيز حتى أكون دقيق هذا عندي هون سبيد تورك كيرف تبع سكويرل كيج إندكشن موتور ثري فيز هاي هون ببدأ عندي هاي ستارتنج تورك هاي البول أوت تورك هي زيرو هذا هون السينكرونس سبيد مضبوط سينكرونس سبيد اللي راح نرمز لها بالرمز اوميجا اس اللي عندها ما بتولد تورك في حاله الاندكشن موتور وراح نرسم الرمز الان خلينا نستعمل لون مختلف نرسم السبيد تورك كيرف تبع الفان على كي معينه وين نقطه الستيدي ستيت اوبريشن لازم تكون نقطه فنقطة التقاطع عند نقطة التقاطع السرعة نفسها والتورك نفسه صارت هاي نقطة إيكوليبريم هل هاي ستيبل ولا لا ما بعرف لسه هل هي إيكوليبريم نعم إذا هاي إتس إن إيكوليبريم بوينت طلع على الانفيرتد بندلم والنورمال بندلم النورمال بندلم لما يكون عند النقطة هاي ويكون البندلم في أعلى نقطة هل هي نقطة إيكوليبريم إيكوليبريم هل هي ستيبل البندلم لما يكون عند النقطة هاي تحت هل هي نقطة إيكوليبريم؟ وهل هي ستيبل؟ إذا مش كل نقطة إيكوليبريم، هاي النقطة مش نقطة إيكوليبريم. أوكي؟ وهاي النقطة مش نقطة إيكوليبريم. بس هاي إيكوليبريم، هاي إيكوليبريم، هاي مش ستيبل، هاي ستيبل. إذا نطلع هون هاي نقطة إيكوليبريم وهاي كمان بتطلع معنا ستيبل. رح نشوف بعدين ليش، التفسير بعدين بنشوف ليش هاي النقطة ستيبل. النقطة ستيبل لو دفشت هذا البندلم وحركته شوي صغيرة لهون وين بروح؟ بيرجع وبضل يرجع يعمل هاي. لو هذا البندلم دفشته دفشة صغيرة عند النقطة هاي ايش بصير فيه؟ خلص. زي عندي نفس الإشي لو عندي كرة حطيتها هون هاي النقطة إيكوليبريم وستيبل هاي النقطة إيكوليبريم أنستيبل هاي النقطة مارجنالي ستيبل لو الكرة تركتها في مكانها ما عملتش إشي إذا دفشتها راح تضلها هاي هون مارجنالي ستيبل جاي بين النقطتين هذول إذا هذا اللي راح يصير هون طيب لو أنا الآن غيرت الثروتل تبع الفان مش الثروتل اللي كنا نغير فيه غيرنا من هون راح يتغير معي كي ولذلك راح اسمي هذه هون كي 1 اوميجا سكوير وراح نرسم واحد ثاني لو اجيت هلا فتحت الفان وسمحت انه يمر اكثر راح تزيد السرعه راح يصير عندي نقطه ثانيه هون كي 2 مثلا اوميجا 2 فرضا كي 3 اوميجا 3 وهدول كلهم على فكره ستيبل كل النقاط هاي ستيبل ايكوليبريم وستيبل هاي النقاط اللي راح يستقر عليها هون فخلينا نسمي هاي K1 K2 K3 او خلينا نسمي هذه K1 عشان نبدا بنفس الاتجاه ونمشي هون K3 ونسمي هاي K4 سكوير اذا راح يصير عندنا هلا في الموديل اللي راح نعمله اول ما بشغل من اي سرعه عمالنا نبدا هون لما باجي بحط اول ما بشغل المحرك راح تبدا سرعته تزيد مش هيك راح يعطيني تورك التورك تبع المحرك اعلى من التورك تبع اللود مش هيك شو راح يصير بالسيستم راح يتسارع لسه لحد هون السرعه التورك تبع المحرك اعلى من التورك تبع اللود راح يتسارع لما بوصل فرضا عند النقطه هاي عند هاي النقطه شو صار بتنين؟
تساوي. بعد النقطة هاي مين صار التورك تبعه أعلى أو بده تورك أعلى حتى يضل ماشي؟ اللود صار أعلى فبرد برجع على النقطة هاي. فهاي النقطة هون إكوليبريوم وستيبل. نفس الشيء إذا حولت كي لنقطة من النقاط الثانية رح يستقر عند النقاط الثانية المختلفة. أوكي.